تحياتي للجميع. الغدة الصنوبرية غدة بحجم الصنوبر، حبة الصنوبر، شكلها خرطومي وعبارة عن تليفات عصبية مصنوعة من الكالسيوم والكربون. وهذه الغدة موجودة في نصف الدماغ من الخلف فوق المخيخ و فوق النقاع الشوكي والحبل الشوكي. هذه الغدة هي غدة مميزة لأنها هي الفاصل بين الحياة والموت، هي الفاصل بين النهار والليل، هي الفاصل بين إن نكون نشيطين وإن نكون نايمين، هي الفاصل بين إن نحلم أو لا نحلم، هي الفاصل بين الحقيقة والواقع أو الخيال. فهذه الغدة هي بتعمل عملية مستقبل ومرسل بنفس الوقت، مستقبل من أي أشعة كهرومغناطيسية محيطة فينا سواء كانت مرئية أو غير مرئية. المقصود بالأشعة الكهرومغناطيسية المرئية اللي هي أشعة الشمس، اللي هي تتراوح جزء بسيط من 20-40% من الأشعة اللي موجودة أو الطاقة الكهرومغناطيسية. فهذه الغدة هي بتستقبل هذه الأشعة. طبعا هي ما بتستقبل أشعة الشمس والذبذبات هذه بشكل مباشر. إذا بنحكي عن المرئية، في هاي الحالة عندنا شبكية العين، في حال سقوط أشعة الشمس على الشبكية من الخلف تنتقل هاي الإشارات العصبية للساعة البيولوجية الموجودة في الدماغ اللي هي بتيجي خلف المنطقة بين العينين، وهذه المنطقة الساعة البيولوجية بترسل الإشارات العصبية إلى النخاع الشوكي في الأعلى، والنخاع ومن النخاع الشوكي بتروح الذبذبات العصبية للغدة الصنوبرية لعملية تفعيلها. التمارين التنفسية بتعمل على تفعيل هذه الغدة الصنوبرية. المهم في الموضوع إنها الغدة الصنوبرية حلقة وصل بين الحقيقة وبين الخيال. هلأ الحقيقة، هل إحنا وجودنا والحياة الدنيا وصحتنا وجسمنا هو الحقيقة، أو الحقيقة هو الأحلام أو الخيال اللي ممكن ننتقل من خلال الغدة الصنوبرية إلى العالم الآخر اللي هو بنعتبره إحنا خيال، بس هو بالحقيقة العكس هو الصحيح اللي هو الخيال.